المنتدى الإنساني اليمن يدعوكم للمشاركة في حملة يمن بلا وباء. أعداد المرضى في تزايد. أمراض الكوليرا. هذا وباء ينتشر الذي لا نستطيع النقاوة معه. نحن أطفال اليمن نناشد الجميع أنه يتعاونوا ويتكاتفوا من أجل أن ننقذ الأطفال، ننقذ الناس. الناس جميع الأخوة أصحاب الخير. وكل من يستطيع، منظمات دولية، محلية، داعمين. تبرع لحملة يمن بلا وباء. أقدم هذا النداء لكل من في قلبه ذرة من رحمة. للتبرع لحملة يمن بلا وباء لمرضى الكوليرا على حساب رقم 55555 بنك الأمل بجميع فروعه، أو التواصل على الأرقام التالية 425-076 425-087.